السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة الثامنة. إلى العناوين: رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يأمر بتوزيع مصحف الجزائر للبراي مجانا داخل الوطن وخارجه لدى ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء. وضمن اجتماع مجلس الوزراء تعليمات بإعادة النظر في نظامي التكوين الجامعي الكلاسيكي والألم دي بإشراك الفاعلين في المجال وإصلاح شامل لنظام الخدمات الجامعية. وعلى طاولة الاجتماع لأول مرة ملف الجامعات الخاصة. الجزائر تكسب رهان التنظيم المحكم والتسيير الراشد لمحفل الشام مبهر إفريقيا والعالم. ورئيس الجمهورية يشكر الأشبال نظير الأداء البطولي والجماهير الجزائرية على إنجاح البطولة القارية. رئيس الجمهورية يأمر بإعادة كامل الحقوق للفقيد الهادي رجب بمنحه الجنسية الجزائرية في حرص مطلق على محاربة آلة البيروقراطية. رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يؤكد السعي إلى تطوير صناعات عسكرية محلية تعتمد على توطين ونقل التكنولوجيا تنشيطاً للنسيج الصناعي في الجزائر خلال تفقده الشركة العمومية الاقتصادية مسبكات رويبع. أهلا بكم من جديد. في المستهل ترأس اليوم السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء خصص لعروض تتعلق بوضعية السيد رئيس الجمهورية. إذن ترأس رئيس الجمهورية اجتماعا لمجلس الوزراء خصص لعروض تتعلق بوضعية اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، نظام التكوين الجامعي وعصرنته، الطاقة الكهرونووية في الجزائر، والحصيلة المرحلية لعمليات تنفيذ الإحصاء العام للسكان والإسكان، فيما تم إرجاء مناقشة مشروع قانون الصناعة السينماتوغرافية إلى موعد لاحق. وبعد افتتاح السيد رئيس الجمهورية الجلسة وعرض جدول الأعمال، قدم السيد الوزير الأول حصيلة نشاط الحكومة ليوجه السيد الرئيس تعليماته تعقيباً على عرض ملف مصحف الجزائر للبراي لطباعته وتوزيعه داخل الوطن وخارجه مجاناً، بما في ذلك لمسجد باريس حتى يستفيد منه أفراد الجاليات المسلمة من كل أرجاء العالم المقيمة بفرنسا، على أن يطبع عليه علم الجزائر وعبارة يوزع مجاناً، ليسدي بعد ذلك السيد الرئيس التعليمات والأوامر التالية. أولاً، وحول إدراج الطاقة الكهرونووية في الجزائر، توجيه الاستثمار في الطاقة الكهرونووية إلى الاستخدام الطبي لا سيما العلاج بالأشعة لمرضى السرطان وكل الأمراض الأخرى التي تتطلب هذه التقنية. تكثيف الأبحاث العلمية المشتركة مع أكبر المؤسسات العالمية المتخصصة للرفع من قدرة تخزين الطاقة الشمسية وفق برنامج منسق بين وزارتي الطاقة والتعليم العالي تكون أهدافه محددة بدقة. ثانياً، وحول نظام التكوين الجامعي وعصرنته، أمر السيد الرئيس بتعزيز الانسجام المسجل بين قطاعي التعليم العالي والمؤسسات الناشئة، مثمناً توحيد الجهود خدمة للاقتصاد الوطني. إعادة النظر بصفة دقيقة في التنظيم الحالي بين نظامي الألم دي والكلاسيكي وفق نظرة توافقية للأسرة الجامعية، على أن تقدم المقترحات في حينها إلى مجلس الحكومة ثم ترفع إلى مجلس الوزراء. أن تتضمن الإصلاحات أيضاً مراجعة في نظام الخدمات الجامعية من حيث الكيف والكم، فتح المجال للجامعات الخاصة وفق معايير ومقاييس عالمية بما فيها المنشآت مع إمكانيات تمويل بنكي لتجسيدها، وضع بطاقية مرجعية للتخصصات العلمية لمعادلة شهادات الجامعات الأجنبية بصفة آلية لحامليها من الجزائريين لتسهيل عودة الكفاءات والاستفادة من تكوينها العالي وخبرات طلبتنا وأساتذتنا القادمين من الخارج.
وحول وضعية اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ثمن السيد الرئيس التقدم المحقق على مستوى هذا القطاع الذي يشهد استقطاب الكفاءات الشبانية ويساهم في خلق مناصب الشغل والثروة. أثنى السيد الرئيس على الحركية التي تعرفها منظومة التعليم العالي في تحفيز الطلبة لخلق مؤسساتهم الناشئة، كما أمر بمواصلة التنسيق على هذا المستوى. ويقدم ملف المؤسسات المصغرة مجددا أمام مجلس الحكومة ليعرض على مجلس الوزراء للبت فيه نهائيا. كما جدد السيد الرئيس التزام الدولة بالوقوف إلى جانب الشباب ومساعدة المؤسسات الناشئة بهدف تطويرها وتوفير بيئة ملائمة تساهم في بعث الاقتصاد الوطني. أما حول الحصيلة المرحلية لتنفيذ عملية الإحصاء العام للسكان والإسكان، برمج مجلس الوزراء جلسة أخرى في غضون شهرين لعرض النتائج النهائية لعملية الإحصاء واستغلال الاستنتاجات ضمن استراتيجيات التخطيط الحكومي في مختلف القطاعات لا سيما الشقين الاقتصادي والاجتماعي، ليختتم بعد ذلك مجلس الوزراء. عقب الأداء البطولي الذي قدمه المنتخب الوطني للمحليين خلال دورة شان الجزائر 2022، ورغم تعثره أمام نظيره السنغالي في المباراة النهائية، تقدم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بتشكراته الخالصة للمنتخب الوطني وللجماهير الجزائرية على إنجاح هذه البطولة القارية، قائلا في حسابه الرسمي على تويتر: شكرا للفريق الوطني على الأداء البطولي طيلة دورة الشان، وشكرا للجماهير الجزائرية على إنجاح البطولة القارية. بالصورة المشرقة التي رسختها بطولة شان الجزائر عميقا في مخيل إفريقيا والعالم، ناجحة هي البطولة بمستوى التنظيم المحكم والتسيير الراشد لمحفل الشان بكل تفاصيله. محفل أبهر العالم وإفريقيا، فكانت البطولة إفريقية على الميدان الأخضر، لكنها بداية لعهد حافل في كنف الجزائر الجديدة. عهد لا يؤمن إلا بالمكاسب والإنجازات والألقاب، تقول نجوى جدي. أن تصنع من المستدير طريقا مستقيما بطول الإنجازات منيرا بالنجاحات، وتقف بكعب عال لتحقق نشوة اللحظة وتخلد عشق الملايين لهذه الكرة، لهو شرف مضاعف تألقت فيه الجزائر. هو ليس صدفة، بل هو ابتسامة مشرقة إلى الأمام. هكذا كانت لحظة الإعلان وما حملته من صيت وتحد لامست حروفه العالمية. قصة الشان قصة نجاح رياضي دولي آخر يضاف إلى ألعاب البحر الأبيض المتوسط، يثبت أرصدة الجزائر ويثبت تكامل البنية مع عطاءات الأفراد وتناغم السياسات. وهنا القول يؤكده الفعل بصورة لا تشوبها شائبة، فكل ما أبرزته الجزائر بامتلاكها لمركبات عالمية منحتنا الثقة والنشوة لتنظيم المزيد، إلى جانب ما تحوزه من مطارات ووسائل نقل وفنادق عصرية وما قدمته من حفاوة استقبال وضيافة جعل منها مدار فخر وإشادة وإعجاب من كل البعثات على رأسهم المسؤول الأول عن أعلى هيئة كروية إفريقية موتسيبي، الرجل الذي لا يعرف المجاملة ولا المداهنة، حيث اعتبرها الطبعة الأفضل على الإطلاق. أود أن أشكر الرئيس عبد المجيد تبون الذي سخر كل شيء لتطوير كرة القدم الجزائرية. إن شان الجزائر هو أحسن نسخة في تاريخ المسابقة على كل المستويات. 54 بلد إفريقيا ممتنون للجزائر على هذه الطبعة الاستثنائية وعلى كل الإمكانيات التي وفرتها لإنجاحها. وفي نفس الاتجاه جاء تصريح رئيس الفيفا إنفانتينو الذي شرف الشان بحضوره، وأكد أن الجزائر كبيرة بإمكاناتها وقادرة على احتضان المنافسات العالمية.
شاركت في تدشين هذا الملعب نيلسون مانديلا، هو ملعب جد رائع. الجزائر وجنوب إفريقيا وكل إفريقيا والفيفا تفخر بهذا الملعب، لأنه حقا ملعب حقيقي لكرة القدم. تنظيم الشان كان منعرجا حاسما، أظهر للجميع بأن الجزائر مستعدة لاحتضان كبر المواعيد الرياضية، والموعد الأقرب سيكون سنة 2025 بعد أن تقدمت بملف ليس مكتوبا على ورق لكن حروفه من إنجازات ستبقى مكسبا لكل الجزائريين وتسهم في احتضان المواهب وتخريج النخب الرياضية وفق منطلق ودبلوماسية تطبقها الجزائر لا تخالف تاريخها الوطني وامتدادها الإفريقي، بل وتعزز كل يوم مكانتها الدولية. وقع رئيس الجمهورية مرسوما يقضي بمنح المجاهد الراحل الهادي رجب الجنسية الجزائرية الذي حالت البيروقراطية الجزائرية لسنوات دون منحه إياها. المزيد مع أحمد خير الدين. العرفان بالجميل قيمة ثابتة في التاريخ، كيف لا وإذا تعلق الأمر بمن ضحى بالنفس والنفيس في سبيل أن تحيا الجزائر. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يقرر منح الجنسية الجزائرية لواحد من المجاهدين الذين رحلوا ولكن أثرهم ما زال خالدا في صفحات التاريخ. المجاهد الراحل الهادي رجب يحظى بشرف الجنسية الجزائرية بمرسوم رئاسي في 2 فبراير 2023، وهو الذي طرق كل الأبواب للحصول عليها في وقت سابق، لكن آلة البيروقراطية ولسنوات طوال لم تتوقف يوما عن تحطيم آمال وأحلام حتى من سقوا بدمائهم أرض هذه البلاد الطيبة. تحققت الأمنية وأعيدت كل الحقوق للفقيد الهادي رجب ولأسرته بأمر من رئيس الجمهورية، الذي لطالما اعتبر أن البيروقراطية من أكبر المخاطر التي تهدد البلاد، وحتى يتسنى للجميع اليوم إدراك حجم الحرب الضروس التي تخوضها الدولة ضد البيروقراطية ومن يقف في طابورها. توفي المجاهد وعضو الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني الهادي رجب عن عمر ناهز 82 عاما، وفي رسالة التعزية قال عنه رئيس الجمهورية: لقد كافح من أجل إسماع صوت الجزائر والتعريف بالقضية الوطنية دوليا، وكان من أولئك الأفذاذ الذين نقلوا صوت الثورة إلى مختلف ربوع العالم. في إطار حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على المتابعة المتواصلة لأداء المؤسسات الصناعية التابعة للجيش الوطني الشعبي، لا سيما تلك التي تم إدماجها مؤخرا ضمن القطاع الاقتصادي لوزارة الدفاع الوطني تحت وصاية مديريات الصناعات العسكرية، قام السيد الفريق أول سعيد شنجريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم بزيارة عمل وتفتيش إلى شركة العمومية الاقتصادية مسبكات روي. المزيد مع حمزة أحمد بالقسام. بعد مراسم الاستقبال ورفقة قائدي الناحية العسكرية الأولى ومديري الصناعات العسكرية وبحضور مديرين مركزيين بأركان الجيش الوطني الشعبي، استمع السيد الفريق أول إلى عرض شامل عن الشركة العمومية الاقتصادية مسبكات الرويبة، تضمن مهامها وأقسامها وكذا مختلف منتجاتها، وذلك قبل أن يزور مختلف الورشات التي تتوفر عليها ويتعرف عن قرب على مراحل التصنيع، حيث تلقى شروحات وافية من قبل المسؤولين والقائمين على الشركة. كما عاين السيد الفريق أول مجموعة من المنتجات المصنعة من طرف الشركة والتي تتميز بنوعية عالية تعكس جودة الإنتاج الوطني.
إثر ذلك التقى السيد الفريق أول بإطارات ومستخدمي الشركة، حيث ألقى كلمة توجيهية أكد فيها سعادته بزيارة الشركة العمومية الاقتصادية مسبكة الرويبة التي تم إدماجها مؤخرا ضمن القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي ووضعها تحت وصاية مديرية الصناعات العسكرية. يطيب لي في مستهل هذه المداخلة أن أعرب عن تمام امتناني وسعادتي بهذه الزيارة العملية التي أقوم بها إلى الشركة العمومية الاقتصادية مسبكة الرويبة، والتي حرصنا في الجيش الوطني الشعبي تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني على إدماجها ضمن القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي ووضعها تحت وصاية مديرية الصناعات العسكرية. فوزارة الدفاع الوطني تسعى لتطوير صناعة عسكرية محلية تعتمد أساسا على ركيزة نقل التكنولوجيات وتنويع مجالات نشاطها والمنتجات التي تقدمها للسوق الوطنية على نحو يمكن القاعدة الصناعية العسكرية من تعزيز دورها الهام في تنشيط النسيج الصناعي لبلادنا. السيد الفريق أول أكد أيضا حرصه على الاستفادة من التجربة الثمينة والطويلة التي تحوزها هذه الشركة الوطنية العريقة في مجال الصناعات الميكانيكية، وذلك في إطار استراتيجية متكاملة تهدف للارتقاء ببلادنا إلى مصاف الدول المصنعة. كما حرصنا من خلال هذا الدمج على الاستفادة من التجربة الثمينة والطويلة التي تحوزها هذه الشركة الوطنية العريقة في مجال الصناعات الميكانيكية، وتثمين خبرة مواردها البشرية وإطاراتها، وذلك في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى التلبية التدريجية لاحتياجات قوتنا المسلحة وتدعيم جهود الاقتصاد الوطني وامتصاص البطالة وتشجيع المناولة والرفع من نسب الإدماج الوطني عبر تطوير صناعة محلية ذات جودة عالية وتقنيات متطورة، مما سيساهم حتما في الارتقاء ببلادنا إلى مصاف الدول المصنعة. ومن بين الأهداف التي ألح دوما على وجوب المضي في بلوغها هي ضرورة التحسين المستمر للمعارف والمهارات للإطارات والمستخدمين والعمل دون هوادة وبتفان شديد من أجل المحافظة على هذا المكسب الذي لا يقدر بثمن، وكذا المساهمة بفعالية في الرفع المستمر لمستوى صناعاتنا العسكرية. كما اغتنم السيد الفريق أول هذه المناسبة ليعبر عن يقينه التام بأن مستخدمي الشركة يدركون وهم يؤدون واجبهم مدى الخدمات الجليلة التي يقدمونها لبلادهم حتى تبقى محفوظة وهامتها مرفوعة وقرارها سيدا، ويبقى أبناؤها جديرين بحمل رسالة الشهداء الأبرار. أخيرا، أنا على يقين تام بأنكم وأنتم تؤدون واجبكم المهني على مستوى هذه المؤسسة الصناعية العريقة تدركون مدى الخدمة الجليلة التي تقدمونها لبلادكم الجزائر في مجال تقوية متطلبات دفاعها الوطني بشتى جوانبه. وبهذه المناسبة أتقدم إليكم جميعاً بالتحيات والتشجيعات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، الذي يعول عليكم كثيرا في أداء مهامكم بجدية وإخلاص واحترافية عالية.
في ختام اللقاء حرص السيد الفريق أول على الاستماع لكافة انشغالات واهتمامات مستخدمي وعمال الشركة الذين عبروا عن عزمهم لرفع كافة التحديات وكسب جميع الرهانات بغية الارتقاء بهذه الشركة الرائدة إلى المستوى المأمول كقطب صناعي ومفخرة لكل الجزائريين، وذلك قبل أن يوقع السيد الفريق أول على السجل الذهبي. متابعة لمخرجات مجلس الوزراء وضمن التوجه إلى إعادة النظر في نظامي التكوين الجامعي، لقاءات تشاورية تشرك جميع الفاعلين لترقية الشأن الجامعي. والعينة من ولاية تيارت مع مراد عبروس. تخفيض عدد ميادين التكوين وإضافة سنة دراسية في الليسانس مع خلق أقطاب جامعية موحدة هي أبرز النقاط التي تم طرحها ضمن اللقاءات التشاورية الخاصة بعصرنة الجامعة. طبعاً الآن في التشاور بيشرك كل الأسرة الجامعية على مستوى كل الجامعات الوطنية في الغرب في الوسط في الشرق في الجنوب. كانت فيه نقطة وهي في حيز التفكير، هي كيفية يعني تخرج الطالب بشهادة جامعية بنفس البكالوريوس ولكن بشهادتين جامعيتين. أبدأ في الحقيقة السادة الأساتذة مقترحاتهم، وفي الحقيقة كانت جد مثمرة، وجد الهدف منها هو أن نخرج بخارطة الطريق، الهدف منها هو أن نعصر انقطاع التعليم العالي والبحث العلمي. وقد تم اقتراح العديد من المواضيع في المحاور التي برمجت. استنتاجات مجموعات العمل سيتم عرضها على الوزارة الوصية لصياغة توصيات ترمي إلى تحديث القطاع. جوانب العصرنة في هذا الجانب تتمثل كما قلت لكم في 4 مشاريع، وقمنا من أجل معرفة صدى الأسرة الجامعية ومختلف الفواعل، قمنا فريق العمل الذي قدم نتائج أو الاستخلاصات الأولى لهذه المشاريع 4 الكبرى عرضها على فواعل الأسرة الجامعية من أساتذة من طلبة من ممثلي من الشركاء الاجتماعيين وممثلي المنظمات الطلابية وحتى أولياء تلاميذ الثانويات وحتى الثانويين، لأنه الأمر يهمهم بالدرجة الأولى. إشراك مختلف الفاعلين في ورشات التقييم من شأنه إضفاء نجاعة وفعالية على الإصلاحات بتثمين نقاط قوة الجامعة الجزائرية ومسايرة المستجدات. ونقف اليوم عند جهود الارتقاء بالبحث العلمي المحرك الأساس في مرافقة الابتكار واقتصاد المعرفة من خلال تشجيع ودعم الشباب الحامل للمشاريع على تجسيد مؤسستهم الناشئة. تكنولوجي مؤسسة الناشئة روادها شباب استثمر في التحكم بأطقم الروبوت والبرمجيات فنجح في خلق القيمة المضافة وفي تكوين النشأ. ويصال والجوابي. بتمعن ودقة عالية يحرص هؤلاء الشباب على أن تكون مؤسستهم الناشئة علامة فارقة في مجال التكنولوجيا والروبوت. فالعقل الجزائري مبتكر بالفطرة، ومواكبة التطور الرقمي بات ضرورة. أطقم نصنعهم احنا، يجونا شركات يكون عندهم متطلبات يعني تطبيقات ولا مواقع ويب، احنا ننشئهم للشركات هذوما. تحصلنا على عدة تكريمات، نذكر منها التكريم اللي تحصلنا عليه من رئيس الجمهورية اللي قدموا للمؤسسات الخاصة والناشئة، تحصلنا عليه نظرا للمجهودات المبذولة اللي أدينا اللي وشيناها في عام 2021. مجال الشركات الناشئة هنا في الجزائر هو مجال جديد، وعلى الرغم من التسهيلات اللي كاينين من طرف الدولة ما لازمش يخفى على الشباب اللي الشركات الناشئة هي عامل جد ويقدر يبدا فكرة بسيطة جدا. السياسة من خلال الشركات الناشئة هما انه نطوروا اقتصاد البلاد. تقنيات أطقم الروبوت والبطاقات الإلكترونية والتحكم في البرمجيات كلها اجتمعت في هذه المؤسسة الفتية، فالشغف الكبير بالعلم والمعرفة بات يتجسد شيئا فشيئا للمساهمة في تنمية اقتصاد المعرفة. جيت هنايا باش نمد ليكسبيريونس تاعي في الاوتوماتيك بين فاصون بلو سامبل اي بلو كلير بور لي زونفون. حبيت ثاني نفهمهم جوغ سي كوا الالكترونيك لي باز تاع الالكترونيك اي اوسي لا بروغراماسيون كيفاش يروحوا يطوروا نفسهم في هذا المجال. هنا نقدموا عده
تكوينات في مجال التكنولوجيا للأطفال وللأدولت تان. جيل جديد يتحكم في التكنولوجيات وينافس الدول الكبيرة المتطورة من خلال إطلاق دورات تدريبية للنشء لتعلم أبجديات الرقمنة. وبمبدأ تثمين مخرجات البحث العلمي والتطور التكنولوجي، حجزت المؤسسة العمومية الاقتصادية سيتال مكانا في السوق العالمية بفضل الخبرات والسواعد المحلية الشبانية، والوقفة في نشرة اليوم من مصنع صيانة وتركيب عربات ترامواي بولاية عنبة. المزيد مع رضا تبرمسين. هي تكنولوجيا فائقة الدقة، نتاج بحث علمي وأكاديمي سخرته سيتال لتركيب وصيانة عربة الترامواي عبر كل الخطوط وبأيد جزائرية 100%. نقوم بعملية تركيب ترامواي حيث تنقسم إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أين نقوم بالربط الميكانيكي للعربات بعضها مع بعض بالإضافة إلى التهيئة الداخلية والخارجية للترامواي. ثم تأتي المرحلة الثانية أين نقوم بربط العربات بعضها ببعض بالأسلاك الكهربائية وتركيب جميع الأجهزة الإلكترونية مع برمجتها. في ورشة الصيف يتم تجميع أجزاء المحرك وصناعة أدق لواحقه بمهارات جزائرية، وهذا لرفع معدل الإدماج المحلي. في إطار سياسة داخلية لسيطال الرامية لرفع معدل الإدماج المحلي، أطلقت سيتال مركزاً للتصميم والتصنيع الميكانيكي لتلبية احتياجاتها فيما يخص المجال الميكانيكي. يقوم هذا المركز بالدراسة والتصميم الميكانيكي، إذ يحتوي على مكتب دراسات وورشة للآلات المستخدمة في تصنيع الأجزاء والقطع الميكانيكية. تصليح كل الأجهزة والمعدات التي تحتوي على بطاقات إلكترونية، سواء كانت معدات عربات الترامواي أو تجهيزات ثابتة. تطوير أجهزة الاختبار والمراجعة ومختلف الأنظمة. إجراء الاختبارات والتحاليل باستخدام أدوات القياس المختلفة ومختلف برامج المحاكاة لإصلاح الأجهزة التالفة. سيتال لم تهمل أدق التفاصيل تأمينا لسلامة الراكب وللتحكم أكثر في تطوير آلية المعالجة والمراقبة في وحدتها بعنابة. هي الأولى على مستوى إفريقيا، وهي يعني إنجاز بالنسبة للجزائر، لأننا نقوم بصيانة جميع خطوط عربات ترامواي في ولاية عنابة، ونقوم بصيانة أيضا نظام الكبح الخاص بست ولايات اللي هما وهران وقسنطينة بالعباس ومستغانم وورقلة، والتي نقوم فيها اعتمادا على هذه الآلات بالصيانة المسافية والصيانة التصحيحية. تعتمد سيتال في تجربتها على تطوير مختلف أنواع أجهزة الاختبار والمراجعة التقنية، وكذا التصميمات والمحاكاة الافتراضية، وهو ما مكنها من الحصول على شهادة الإيزو. وبالسواعد المحلية يتحقق رهان الأمن الغذائي بمرافقة الفلاح بولاية تيزي وزو وربط المستثمرات بالكهرباء الفلاحية لمضاعفة مردودية الإنتاج وتنويع المحاصيل. يقول الأخضر كعوان: الفلاحة هذه كموصيتها في الشجرة، هذه كموصيتها في 2001، وظرك راي الله يبارك، راي الشجرة خدمنا وتعبنا عليها والحكومة اللي عاونتنا في الشجرة هذه وزاد دخلتنا تريسيتي. الخراقي سي غراس ادو لنا اندي عاونن سي البروغرام نافنير ديال 2001 2002. انشتا يعني نسلم لكم، يعني كنا انا نخدم زدات. عمي السعيد جمال عادل وغيرهم من ممتهني النشاط الفلاحي بمنطقه ذراع بن خده بولايه تيزي وزو تفتح لهم افاق جديده بعد ربط مستثمراتهم بشبكه الكهرباء الريفيه. فرحة طاس مليح مليح، صغر تريسيتي كيونسك شمان، ونكور ثاني إلى غلا باش أنا نخدم مثلا سقيت دن غزت لي فوراج، وممطون دوموندي صغر الدولة لنا، على كل حال عطيها الصحة تعاوننا، وندوموندي الدولة لنا، إوا كان ندعاون مليح مليح بور لي فوراج لي بومب نعاون يعني، الغلا ياكي وتسالك أنا كاكي. دونك ما نخدم ربي تاكد الخيرات. مديريه المصالح الفلاحيه تقوم بالتدعيم كاع الفلاحين ومام هذه المستثمره بحفر الابار بنسبه 5000 دينار للمتر الواحد، بالنسبه للحمضيات بنسبه 50% من البري تاع الريفيرونس، كسوا شراء اسمده دو فون
تاع العمق واسمده تاع لازوت. رفع العراقيل والقيود عن مثل هذه المشاريع يساهم في مضاعفة الإنتاج ناهيك عن توفير مناصب شغل للشباب. الدولة وقفت مع الفلاح يعني وسط الإنارة وسط كل شيء الحمد لله يعني، وحنا كسيتوايان الحمد لله رانا استرزقوا والحمد لله يعني. بعد تلقي طلب المستثمرات الفلاحية يتم ربطها دون إلزامية الدفع المسبق لمستحقات الربط بالطاقة الكهربائية أو الغازية. ليبقى الأمن الغذائي مرهونا لا محالة بتوفير كامل الشروط الضرورية لممارسة النشاط الفلاحي. حيانا صندوق النقد الدولي تقريره السنوي لتوقعات الاقتصاد في العالم في أقل من شهر بعد صدور التقرير الأول بداية يناير المنصرم. وبخصوص الجزائر، أعرب صندوق النقد الدولي عن ارتياحه لأداء الاقتصاد الوطني مؤتمنا رزمة الإصلاحات التي بشرتها الحكومة بغرض تحسين مناخ الاستثمار. تقرير سهام سارسوك. في آخر تقرير له حول الوضعية الاقتصادية في الجزائر وفي نهاية مشاورته، أشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التشريعية التي اعتمدتها الدولة مؤخرا وأجار اعتمادها، خاصة فيما يتعلق بقانون الاستثمار الجديد وقوانين ريادة الأعمال ومصادر الطاقة المتجددة. سنة 2023 سنة ستتميز بانتعاش اقتصادي متميز، حيث يشير التقرير إلى ارتفاع نمو بنسبة 2.3%. وبحسب التقرير فإن الموازين الخارجية للبلاد شهدت انتعاشا ملحوظا، حيث كان لارتفاع الصادرات من المنتجات الغير هيدروكربونية أثره الإيجابي، كما تعافى الدينار مقارنة بالدولار الأمريكي واليورو. كان مدفوع دفعا بناء على المؤشرات الإيجابية التي أبان عن الاقتصاد الجزائري، عن الصحة، عن الأريحية للاقتصاد الجزائري، وأيضا عن تقارير مؤسسة مالية عالمية مثل تقرير البنك الدولي اللي جاء إيجابي وإيجابي جدا، يعني يتكلم على ارتفاع قيمة الدينار، يتكلم على الأريحية في الميزان التجاري، يتكلم على أيضا في ميزان المدفوعات، يتكلم أنه الجزائر الآن تتصرف يعني حسب فوائضها خارج يعني عائدات النفط، يتكلم على البي بي يعني الناتج الإجمالي ارتفع. وفيما يخص قطاع المحروقات، يؤكد التقرير أن ارتفاع أسعار المحروقات ساعد على تعزيز تعافي الاقتصاد الجزائري بعد صدمة جائحة الكورونا، مضيفا أن الإيرادات الاستثنائية للمحروقات أدت إلى تخفيض الضغوطات لميزان المدفوعات. أن صندوق النقد الدولي الآن تقريره جاء مبني على الأرقام الحقيقية اللي أفرزها الاقتصاد الجزائري، نتكلم على احنا نمو ب 18.4%، نتكلم على احتمال وصول حتى 35% نمو خارج المحروقات. إذن هي المرة الأولى في 10 سنوات التي يسجل فيها الاقتصاد الجزائري مؤشرات بهذا الشكل، ومع استمرار الإصلاحات الجديدة التي أقرتها الحكومة سيعرف الاقتصاد نموذجا جديدا أكثر شيوعا. دوليا، وفي المغرب، الميدان يفضح سوء إدارة المخزن وهو المتطاول على سياده وجيرانه ممن أثبتوا الكفاءة والجدارة وروح المسؤولية. وفي وقت تتهاطل عليه الفضائح الدولية، يصر المخزن على تبرير المواقف بالكذب وتزييف الحقائق. تقرير حفيظ عبد الصدوق. تتوالى الفضائح المخزنية تباعا لتزيد من تعميق التصدع في النظام المخزني المتهالك. فضيحة رياضية جديدة بعد أن أظهرت صور لعناصر أمن المخزن وهم يقمعون المواطنين ويجبرونهم على الرحيل بعد أن هدموا بيوتهم من أجل بناء ملاحق رياضية لصالح تظاهرة رياضية، بينما أظهرت صور أخرى مشاهد فوضى وأعمال شغب وتدافع الجماهير المغربية على الملعب وتسلقهم لجدرانه وهجومهم على المدرجات في مشهد كشف فشل المخزن في تنظيم فعالية رياضية، لينتهي الشغب بإقصاء الفريق المغربي المشارك في أول مباراة له في المنافسة.
انفلات أمني يضاف إلى قضية موروكو جيت التي ما تزال هزاتها الارتدادية تضرب عمق الفساد في النظام المخزني، آخرها صور للصحافة العالمية تفضح كذب وتزييف رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة للمغرب والاتحاد الأوروبي لحسن حداد الذي نفى الخميس الماضي وجود أي لقاء جمعه مع رئيس وفد العلاقات مع البلدان المغاربية بالبرلمان الأوروبي أندريا كوزولينو وعضو البرلمان الأوروبي السابق بيير أنطونيو بانزيري الضالعان في قضايا فساد ورشوة. إحدى الصور تعود لعام 2018، يظهر فيها لحسن حداد مع بانزيري، التقطت خلال اجتماع مشترك تم خلاله التصويت لصالح اتفاق فلاحي بين الجانبين يستبيح الثروات الصحراوية، وهو ما يفضح حجم الفساد الذي وصل إليه المخزن من أجل الفوز بصفقات تجارية وشراء الصمت الأوروبي. ونختم نشرتنا بفن الطبخ. أبازين أو العيش أو البركوكس طبق تقليدي مشهور لدى الجزائريين، وإن اختلفت التسميات فالذوق واحد، ذوق منكه بالتراث والأصالة. هشام سعدودي ينقل لنا كواليس ووصفة إعداد هذا الطبق من بيت تقليدي بقرية سيدي دير ببوش بوعريريش. نتابع. في هذا البيت الريفي الأثري وأنت تدخله تشعر بهالة من البركة. في حضرة الدم محمد صغير رفعتا نتساديت والنسكينة كلفة الضيافة بشجن الأحاديث والأناشيد بلكنة مختلفة ولهجة متحفزة. أجرار شاف شاف أسرن النور هذي الحام والذنزة موطين ابتدي الجزان الحرار اضرب ديغ. تشرحان وصفة إعداد الطبق التقليدي أبازين. خضر قطفت من حقل البيت، كل شيء هنا تقليدي ومحلي وبنوايا الخير والبركة وموسم وفير المحاصيل. نسوي الخضرة نسلا ديت هسين إجاليت الشويت نسكاد أبازين نسقيتين إيه سقيتي تفرينات فرحادي أبازين بالحوال إيه أبازين الصيف جغال البصل طماطي إيه سويتي بوجهي سويت أبازين دويصال سمحتي في السلسل قدم لكم شي فتاتة بالطبق قدم لك شي فتاتة أدخل تاخذ دوح من الزيت أسجل أروح نخدع. أهل قرية سيدي إدير بدائرة الجعافرة ولاية برج بوعريريج يحافظون على أصالة العيش بإصرار وفخر. احنا نبقى متمسكين ونزيد نزرعوا في الجيل الصاعد من أجل الحفاظ على العادات والتقاليد أجدادنا. أبازين، البركوكس أو العيش، وإن تعددت الأسماء فالذوق واحد، منكه بالتراث ومعبق ببركة الأجداد. إن شاء الله كل حول هنا كل شيء كفك. نعم هشام، وخصوصا في فصل الشتاء. إلى التذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يأمر بتوزيع مصحف الجزائر للبراي مجانا داخل الوطن وخارجه لدى ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء. وضمن اجتماع مجلس الوزراء تعليمات بإعادة النظر في نظامي التكوين الجامعي الكلاسيكي والألمدي بإشراك الفاعلين في المجال وإصلاح شامل لنظام الخدمة الجامعية. وعلى طاولة الاجتماع لأول مرة ملف الجامعات الخاصة. الجزائر تكسب رهان التنظيم المحكم والتسير الراشد لمحفل الشان مبهر إفريقيا والعالم، ورئيس الجمهورية يشكر الأشبال نظير الأداء البطولي والجماهير الجزائرية على إنجاح البطولة القارية.
رئيس الجمهورية يأمر بإعادة كامل الحقوق للفقيد الهادي رجب بمنحه الجنسية الجزائرية في حرص مطلق على محاربة آلة البيروقراطية. رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يؤكد السعي إلى تطوير صناعات عسكرية محلية تعتمد على توطين ونقل التكنولوجيا تنشيطاً للنسيج الصناعي في الجزائر خلال تفقده للشركة العمومية الاقتصادية مسبكة ترويبا. نشرتنا تمت، شكرا لكم على متابعتها، في أمان الله.